حتى القويرة. مرحبا بالشعب اللي حاضر معنا والإخوان اللي حاضرين معنا، حتى الأشقاء الجزائريين راهم حاضرين معنا هذه الليلة، جاو ضيوف عندنا مرحبا بهم. الليلة رقادة رقادة من هنا حتى تونس. صاحب الجلالة الله ينصرو اللي رافع بينا وبالمغرب ديالنا وكيساندنا ويساند الفنانة ويساند الرياضيين. فمن هذا المنبر كنقولوا له الله ينصرك يا صاحب الجلالة، والله يطول في عمرك، والله يشافيك ويعافيك ولو امين. يعطيكم الخير وشكرا. من التربيوان راني هاد الليلة متواجد ب مهرجان الشواطئ ديال اتصالات المغرب مدينة السعيدية الدورة 20 الافتتاح ديالها. فأنا جيت سعيد بالحضور ديالي هذه الليلة كما كل سنة، يعني أنا من الفنانة اللي دائما مع اتصالات المغرب، فهذا شرف بالنسبة لي أنا كفنان مغربي يجي يحتفل في مدينة السعيدية واللي هي مدينة ديالي تقريبا، المدينة أقرب من مدينة أبركان اللي هي مسقط رأس ديالي. فأنا جيت سعيد بالحضور ديال الفنانة اللي حضروا معنا هذه الليلة، كذلك الجمهور اللي جاء من جميع المدن المغربية، وخاصة الجمهور اللي جاي يكتشف الفن ديال الفولكلور الرقادة. فأنا جيت سعيد باش الجمهور المغربي يعرف على أنه في المنطقة الشرقية كان واحد الفن اللي كما قلت لكم هو مع اسمه الرقادة والعلاوي. فجيت سعيد باش الجمهور يكتشف هذا الفن، والحمد لله المغرب اكتشف الفن ديال بلاده كما اكتشفوه الناس الأجانب. راه في الحقيقة الرقادة اكتشفوها الأوروبيين قبل ما يكتشفوها المغاربة.
فالحمد لله المغاربه دابا بداو يعرفوا الفن ديال بلادهم، وانا جيت سعيد باش نمتع هذا الجمهور بهاد اللوحات الفولكلوريه اللي كتميز بها المنطقه الشرقيه ديالي. ان شاء الله غادي يكون الى حين سيدي ربي في راس السنه كما العاده، لحقاش انا ما كنطلقش في الصيف، كنطلق في بدايه السنه. فالجديد الحمد لله لوحات فولكلوريه، فن يعني من الرقاده الاصيل مطور بواحد الطريقه عصريه جديده باش نحاولوا نوصلوه للاذان ديال الاجانب، لان الا بقينا في محدودين في الخام يعني ديال الثقافه ديالنا ديال الفولكلور ديالنا شويه نبقاو غير محليين. دابا طورناه شويه، زدنا فيه شويه المسائل العصريه باش نوصلوه للاذان ديال الاجانب وندخلوه للعالميه. دابا هو راه في العالميه، خاصنا غير نزيدو شي شويه باش ان شاء الله يوصل للعالميه 100%. اقتراحات ديال بعض الفنانين اللي باغيين يخدموا مع الطالبيوان، يعني نديروا ديويات مثلا في الفن ديال الرقاده. انا يا في الحقيقه عندي باش نخدم مع فنانين اخرين، خاصني غير الفنان المناسب اللي يقدر يعني يميتريزي الفن ديال الرقاده، لان فن الرقاده راه ماشي سهل باش الانسان يقدر يلعب عليه. فان شاء الله غادي يكون جديد مع فنانه، وتكون مفاجات ان شاء الله عما قريب. مشي الجمهور ديالي عبر العالم، المغرب، الجزائر، تونس، المغرب العربي كامل، البلدان العربيه كلها، الجمهور ديالي في الجاليه المغربيه في اوروبا اللي بكل صراحه كيشجعوني فين ما مشيت، في اي بلد اوروبي ولا اجنبي الا وكنتلقى ذاك الجمهور كيشجعني وكيفرح بيا وكيستقبلني. فتحياتي من هذا المنبر للجمهور ديالي فين ما كان، وكنقول لهم الله يحفظكم ويعزكم ويكبر بكم كما تكبروا بنا ونموت عليكم. كذلك نوجه تحيه الشكر لاتصالات المغرب، لان اتصالات المغرب دابا تقريبا ازيد من 20 سنه وانا كنخدم معها، لان ملي بدا المهرجان الشواطئ ديال اتصالات المغرب فدائما الابواب ديال اتصالات المغرب مفتوحه لي، يعني بدون نقاش، يعني الحمد لله كيفرحوا بيا وكيستقبلوني في المدن المغربيه والشواطئ المغربيه. فانا راه الاشاره لاتصالات المغرب وفي لهاد اتصالات المغرب، يعني وفي من بكري الى يومنا هذا.